يلا. اللي صاحب من بيت سوريك زاكي حي بين الدور وكل حي خميلة ورقطة وكبيرة، بدنا نروح نشوفها وسامة، لازم اروح اشوفها لانه انا دمي بغلي على الحياة. وصلنا بيت سوريك، بدنا نشوف الحي اللي قديش كان السلام يا مهيانت انش ونص، بدي اشوف انش ونص الرقطة بتصل لاي حد. هالكد نشوف انش ونص قديش بيجوا انش ونص انش ونص يعني ناشي بالخوم انش ونص يعني احنا من ايدي خوم الايد الواحد تقريبا لا واحد كبير هالكد نشوف خلاص ايش صوما. ايش يا كبير زقطة والله خميلة هاي وين باكي يا بين الدورة شو يحكي لسه ليش طاح منها كل والله خميلة هاي خميلة عن جد خميلة زقطة الموت تبعي كفلتها لا لا استنى شو طلع راسها مكبر عن جد ضخمة زين و... أول مرة بشوف. طلع راسها مكبرة. لا وافي الحية هاي. استنى شو عشان تسوي. هذا ما يبت مع كل بك يا بالع بس شو طلعها في الطقس هذا؟ يمكن في الحجار منك تفل. آه يعني بتكيموا في الحجار في الشغل؟ آه تحت الحجار يعني بس هاي الشبكة متخبى محل في تراب. بس طلع مكبر راسها. دي رايح تخربط. بردة بردة الحين بردة بردة لا مش بردة بالقطعات اخ خميلة عن جد خميلة شايف خلينا باكلك يا بنت خلاص دي حرك شانينها مش راضي تفوت في الكنينة طلع مخملها اه فيش قلان فيش حواليك قلان ما عنديش بدبر لك مطر تبعت اي شيء اي شيء لو تجيب مطر ما هي زيها ولا هي انا في الدار هنا عندي زيها بس مبردة هي دي البركة يلا وين